السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. IT for Pass Excel Spreadsheet نموذج جديد. Save the open spreadsheet time cards as worker time cards. Save as يبقى من على طول كده أروح الفايل Save as ابدا اكتب الاسم الجديد. ومعلش على التكرار، انا دايما بكرر مع حضراتكم لازم ناخد بالنا من الفورمات ديت، لان دي الحاجات اللي بيبقى على اساسها بيختار الاجابه صح او غلط. احنا ممكن نكتب كده بس كله سمول، فبالتالي لور كيس، فبالتالي الاجابه غلط. ناخد بالنا عشان دي من الحاجات اللي معظم الناس بتشتكي، ازاي انا اغلط في سيف اس؟ حضرتك للاسف اخترت او كتبت غلط او اخترت مكان غلط، فتاخد بال حضرتك من النقطة دي. هكتب هنا الاسم الجديد Time Workers، هكتب كلمة Worker قبل Time Cards وأقول Save وأتأكد من المكان اللي أنا كتبته مكتوب صح، مكان صح. Submit، أروح للسؤال اللي بعديه. طبعا Close، أروح للسؤال اللي بعديه. Save the open spreadsheet المفتوح قدامي Update List ده، احفظه بتايب جديد in text tab delimited file. يبقى احفظه في مكان في نفس المكان في نفس المسار بنفس الاسم، بس المره دي هو عايز يعمل سيف باسم بنوع جديد، يبقى فايل سيف اس. واختار، مش اختار اي حاجه من هنا، هسيب كل حاجه بالديفولت بتاعتها، اختار بس من هنا سيف اس تايب. اختار النوع اللي قال لي عليه اللي هو التكست tab delimited save. طبعا هو قال لي لو في رساله ظهرت دوس عليها اوكي زي ما ظهر كده، فانا هدوس اوكي واروح للسؤال اللي بعده submit. نروح طبعا بعد ما نعمل close submit نروح للسؤال اللي بعده. select the spreadsheet اللي اسمه civil service and zoom the display in the worker sheet workers to. هنا عندي ده 100 فانا اعمله 19، فهكتب هنا 90 او ادوس على view من view واختار view واختار علامة العدسة وهكتب هنا 90 اوكي، او من الموجب والسالب ديت اقدر ادوس على السالب واختار 90 تمام. Submit. سؤال رقم 4 Open the worker worksheet. Modify the text title in the title row. ادي التايتل رو التكست اللي اسمها workers او الكومنتي workers لسه هغيرها كلها الى social تمام. اكتب كلمة social مكان كل التايتل ده. Submit. بعد ما ادوس انتر او علامه الصح، اتفقنا الاثنين معناهم انتر، هنا انتر وانا ستيل جوه الخليه ديت انتر، هروح للخليه اللي بعدها. انتر ذا تكست سيتي ان فيل اف 2، هقف هنا واكتب سيتي نفس الفورمات بعد اذن حضرتك، كابيتال كابيتال ابر كيس لور كيس، ابقى متاكد منه. سبميت. Delete the text in G2 on workers then undo. حضرتك واخد بالك ان عندك هنا ديت معموله باللون الجراي يعني unactive. انا لما هقف هنا وادوس delete من الكيبورد او هقف هنا clear clear contain تمام، انا لما هعمل ديت وارجع تاني ادوس undo تمام، ارجع ادوس اندو، هو طالب مني بس اعمل كده، ما اقولش طب هو ايه اللي اتغير في السؤال؟ طب ما انا اصلا السؤال لما انا دوست عليها وعملت ديليت ما اتغيرش حاجه. هو قال لي في السؤال روح الكلمه دي اختار لها واعمل لها ديليت وبعدين دوس اندو. كنترول زي لو ديت مش موجوده عندي في الامتحان. كنترول زد تعمل تراجع. مفيش حاجة بقى اسمها هو طب طالب ايه، ايه المطلوب من السؤال؟ يعني هو انا عملت ايه دلوقتي لما انا عملت لها ديت ورجعت؟ اما كنت سيبها زي ما هي ودوست سبميت.
لا احنا ننفذ الامر وادوس سبميت عشان اخد الدرجه. السؤال رقم 7 يوز ذا ابروبريت فانكشن تو ريبليس. ريبليس يبقى ادوس من هنا من فايند ريبليس. هعمل ريبليس لكلمه كوميرس مكانها كلمه بزنس جوه وركر شيت، وادوس على ريبليس اول كليك اوكي. كده تم استبدال كلمه كوميرس الستة بكلمه بزنس، واقول له اوكي كلوز. ادوس على سبميت واروح للسؤال رقم 8 في الوركرز. سيلكت ذا سيل رينج جي 3 الى جي 37. هقف هنا واختار لغايه تحت باي طريقه ممكنه اقدر اختار، يعني اقف على جي 3 كليك شمال وانزل لغايه هنا سيلكشن مش كوبي فورمات. انا هقف في النص كده ادوس كليك شمال على جي 3 وانزل لغايه جي 37 اخترته. هقف على جي 3 كنترول شيفت وسهم لتحت هيختار لي كل دول. تمام، هو عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل تشينج الى الفونت سايز. ادي الفونت سايز هو 8 نخليه 10. سبميت كوبي ذا فورمولا ان سيل A4. ادي A4 اخترت من اول A4 لغايه A37، من A4 ل A37 واروح لفيل داون زيها بالظبط زي ما اقف عند A4 عند السهم الصغير ده واسحب لغايه تحت او دبل كليك سبميت. ديبلويمنت ورك شيت هفتحه. موف ذا كونتين اوف سيل رينج اي تو اي 37. هنختار كل دول ازاي؟ هقف على اول واحده في النص كده كليك شمال واسحب لغايه تحت، او اقف على دي اي 2 وبعدين كنترول شيفت سهم لتحت اخترتهم. موف بمعنى كت، واروح على اي مش 12 دي، في ناس كتير بتتلخبط في القصه دي، دي مش 12 دي اي 2. اقف على اي 2 هنا وادوس على بيست سيف، يبقى فايل سيف. سيت ذا توب مارجن اوف ديبلويمنت، ما دام قال لي مارجن يبقى اروح لبيج لي اوت. وادي المارج كاستم مارج توب، ادي التوب مارجن عايزه 1 بوينت. اختار هنا ايه بالسهم كده اطلع لغايه ما يبقى واحد او اكتب بايدي واحد. اوكي اوكي سبميت. السؤال اللي بعده سؤال رقم 12 انسر ذا كويتشن ان كويتشن 12. اروح للشيت اللي اسمه كويتشن 12 بيسالني بيقول لي اتش سيل ان ورك شيت شود كونتين، كل خليه يجب ان تحتوي على عنصر واحد سنجل الاينمنت. اختارها تشيك هنا واروح للسؤال اللي بعده. عايز مني سيف يبقى فايل سيف. اروح للسؤال رقم 13 في الورك شيت دوت فاندنج انتر فانكشن ان سيل بي 10. هقف هنا على بي 10 عايز يعمل ديسبلاي للماكسمايز، يبقى مبدئيا كده هقف هنا وادوس على انسرت فانكشن او اكتب بايدي ايكوال ماكس من اف 3 الى اف 6 ايكوال ماكس افتح قوس اف 3 الى اف 6 يساوي ماكس افتح قوس شيفت 9 اف 3 الى شيفت كاف اف 6 هقفل القوس بشيفت 0 اوكي انتر. او لو دوست على اف فانكشن انسرت فانكشن واختار ماكس وبعدين اختار انا من اف 3 الى اف 6 وادوس انتر سبميت واروح للسؤال اللي بعده. ايدنتيفاي ذا ايرور، في ايرور عندي هنا في بي 11 قال لي ابحث عن الايرور اللي هنا وعدله.
الايرور هنا ان انا ديفايد باي 0، مفيش حاجه اسمها ديفايد باي 0. هقف هنا واشيل ديفايد باي 0، دوس انتر، سبميت، يوز ان ابروبريت فانكشن ان سيل P12 to display number of cells that contain numbers. هو عايز هنا دالة count. count بتختار لي الخلايا التي تحتوي على أرقام فقط من أول A1 إلى F6. يبقى أقف هنا وأكتب بإيدي equal يساوي count، أفتح قوس A1 إلى A6 أو من insert function وأختار دالة count، بعدين اختار من A1 الى F6، ادوس انتر، سبميت. سؤال رقم 16، modify the height of row 2 on الورك شيت دوت، هروح اختاره. الرو رقم 2 هقف عليه، الرو ده مش باين، فاظهر محتواه ازاي؟ وعايز يظهر كل التكست so that all text is visible. من فورمات ده الرو دوت محتاج الارتفاع بتاعه، فاقول له اوتو فيت رو، او اقدر اقف ما بين 1 و2 دبل كليك هنا. سبميت ونروح للسؤال اللي بعده. في الورك شيت دوت انتر فورمولا ان بي 8، هقف بي 8 to calculate the difference. difference يعني minus. difference minus between P8 and P6. في الفيديو اللي قبل كده احنا قلنا السؤال بيبقى طويل جدا، بس هو بس بيقعد يكتب مصطلحات كتيرة انت حضرتك بتتلخبط في B8 في D8. difference يعني ده ناقص ده، تمام؟ ده اللي احنا كتبناه. طيب هو كاتب ايه بقى؟ بيقول لي ايه؟ انتر فورمولا ان D8 to calculate the difference between project budget، تمام، ان P8 and actual cost ان C8. هو بس بيقول لي بالمصطلحات وبالمسميات، فانا شايف السؤال شكله كبير وصعب، في حين ان هو السؤال ما فيهوش اي حاجه. طبعا ده طلبه للاوفيس سبلايز، فانا هقف هنا زي ما انا شايف يساوي D8 difference between B8 ناقص C8. سبميت. سؤال رقم 18، modify formula in D11، تمام، so there are only absolute cell reference. هنا ديت كده القيم ديت هو عايزها تبقى absolute، يعني لازم اضيف لها ايه؟ اضيف لها دولار اساين، فاختارها واكتب ادوس F4، اختار دي واكتب F4، ممكن اختار الاثنين كلهم او اختار الخليه كلها وادوس F4 من الكيبورد، زرار F4 بيعمل هو تثبيت للخليه، فبيعمل دولار اساين قبل الحرف وقبل الرقم، فثبت لي الخليه دي. سبميت واروح للسؤال اللي بعده. سؤال رقم 19 بيقول لي switch to transportation and apply bold formatting to all text in first row. هقف على first row، يعني هقف على رقم 1 واخليه كله bold. السؤال رقم 20، select E and F and G من الورك شيت دوت، هختاره واختار E و F و G. هقف هنا كليك شمال واتحرك كده لغاية G، عندي من هنا ديليت وكليك يمين ديليت، ديليت شيت كولمز، سبميت، انتر فانكشن ان P7 في الورك شيت اللي احنا فيه to calculate estimated cost، عايز يعمل total دوت auto sum، لو دوست عليها انا هعمل auto sum واختار كل ده، انتر،
submit سؤال رقم 22 في الورك شيت ده هختاره enter formula in F6 to show yes if value in D4 is less than أقل من E4 هقف هنا واكتب الدالة قاعدة F insert function اختار قاعدة F واقول له اوكي وهنا هبدا اكتب لو D4 اصغر من E4 اصغر من ديت اللي هي شيفت واو في الكيبورد هقف هنا واكتب يس وبعديها نو واقول له اوكي انتر سبميت سؤال رقم 23 في F7 عايزين نعمل calculate the value in E5 multiplied يعني ضرب 0.5 يساوي equal E5 powered by يعني العلامة ديت اللي هي علامة النجمة اللي هي لو هعمل shift مع 8 او على اليمين خالص في الكيبورد هلاقيها فوق التسعة في نص انتر سؤال رقم 24 انتر فورمولا ان اي اف 8 اف 8 عايز كالكوليت اي 5 ديفايدد باي مقسومة على 2 ايكوال اي 5 علامة الاسم اللي موجودة فوق ال 8 على 2 انتر submit سؤال رقم 25 format the cell range من اول B7 الى B8 اختار الاثنين عايز اغير to display dates with the date style عايز اغير للستايل ده يبقى من هنا هدوس على علامة اللانشر الdate الستايل ده فين هنزل كده شوية لقيت الستايل اللي هو طالبه مني ده الفورمات ديت اهو اختار الستايل دوت واقول له اوكي تمام وادوس على انتر وبعدين اروح سبميت سؤال رقم 26 change the fill color of range A1 to F1 اللي موجوده جوه الايه الورك شيت ده هروح للورك شيت هختار من A1 الى F1 وعايز يغير ايه الفيل كولر فيل كولر دي فيل كولر دي فونت كولر ادوس على دي واختار اي لون باستثناء الابيض او الاسود او الاوتوماتيك يعني روح اي لون بعيد اختار ادوس سبميت سؤال رقم 27 فورمات سير رينج في بي 2 اي بي 7 اخترت كل دول تو ديسبلاي نمبر وذاوت سيبريتور وزود سبريتور يبقى ادوس على اللانشر اشيل السبريتور واقول له اوكي السبريتور طبعا هي علامه الالاف سبميت سؤال رقم 28 فورمات من اول دي 2 تو دي 6 وعايزين بيرسنت ادوس على علامه البيرسنت او من هنا طبعا زي ما عملنا واروح للبيرسنت واقول له اوكي سبميت Left align the contain of A1 to P A7 هختار كل دولت وبعدين left align وحذاء شمال او Ctrl L هيعمل left align واروح الى سؤال رقم 30 change orientation orientation في البيج لاي اوت orientation هو طالب تكون landscape هختار landscape submit Adjust the page setup of worksheet. Worksheet اللي أنا فيه so that the print fit on one pages. دي لها طريقتين إما من هنا أو أدوس هنا. يعني دي هتخليها واحد. تمام؟ أو لو دوست على دي هلاقي في الفيت. لو دوست على اللانشر دي هلاقي فيت واختار رقم واحد. سؤال رقم 32 عايز نروح ندور calculate mistake. الخطأ اللي موجود عندي هنا واعمل له كوركت
تمام. عندي هنا فورمولا في ايرور تشيك اختارها، فهو وداني على الايرور تشيك ديت معموله سام، وفي علامه ديفايدد باي 3 دي خطا. فانا ممكن اقول له بعد اذنك اعمل ايديت في الفورمولا، وانا اروح اعمل ريسومز وهيشيل لي هو علامه ديت، وبعدين اقول له دن. اوكي كده عمل ايه. طبعا كنا ممكن احنا نقف هنا ونشيله علامه الديفايد باي 3، الاثنين صح. دوس انتر كرييت 3 دي ستاك كولوم شارت يوزنج ذا سيل رينج، اختار الرينج الاول من A2 الى P6، انسرت كولوم. عندي هنا كل انواع الكولوم، هو عايز الستاك كولوم، ادي الستاك في 3D ستاك تمام. في الستاك 3D هدوس على ديت، اول ما رحت ظهر لي الاسم وادوس سبميت واروح للسؤال اللي بعده. قال لي روح للبروجرس ورك شيت، اخترته. الشارت دي سيلكت ذا شارت موف ات سو ذات ذا ابر ليفت كورنر از ان سيل اي، يبقى هدوس على ديت، اما ادوس على كات او اسحبها بايدي واديها. اخترتها كات، وقفت هنا ودوست بيست. اد داتا ليبر، عايزين نضيف الارقام. يبقى عندي هنا من ديزاين لي اوت، عندي هنا في ديت داتا ليبل، اختار اي حاجه ما عدا النن ما دام هو ما قاليش، لانه في اختبارات بيقول لي عايزها تكون اند سايد. ان بروجرس ورك شيت احنا موجودين عليه، عايزين تشينج ذا كلر اوف بار، هقف عليها كده كليك شمال اخترتهم كلهم، عايز اعمل تشينج من فورمات شيف فيل واختار اي لون ما عدا الابيض والاسود واقول له اوكي فينيش تيست. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. اي تي فور باس، نعمل سبسكرايب ولايك لو عجبك الفيديو، اول مره تبقى معانا ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب، وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله.